العاصمة ستكون على موعد مع غياب سيارات الأجرة التي ستقوم باحتجاج غداً. هذا الاحتجاج سينطلق من محطة بن عمر في القبة إلى غاية محطة بوغرة بالعاصمة. سائقي الأجرة نددوا بغياب التنظيم وسوء التسيير بأغلب المواقف والعديد من الخطوط وتزايد عدد سيارات النقل غير الشرعية التي أصبحت تنافس سيارات الأجرة في الآونة الأخيرة. هذا ما أكده رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة آيت براهم الحسين لقناة البلاد. هو أولا صديق طرق استغلال تتلوى التاكسي تتلوى عند المجاهدين. اليوم المجاهدين قلنا منذ مدة وإحنا نبهنا قلنا تناقص المجاهدين يعني يموتوا الله يرحمهم وتزايد عدد سيارات الأجرة الشيء اللي خلى الطلب أكثر من العرض حول هذه الوثيقة. اليوم إذا نوظف الشباب ونحل قدم على البطالة يروحوا للكلوبيتا أنا يبدو لي ماهوش عمل هذا ماهوش مسؤولية. ولهذا من بين المشاكل هو رخص استغلال هذه. من بين المشاكل في العاصمة عدم وجود محطات لمشي التاكسي ينتظر الزبون يرفدوه. كما أشار أن بعض سائقي سيارات الأجرة أراد الاحتجاج بعد الانتظار الطويل لحل مشاكلهم ونفى آيت براهم تنظيم هذا الاحتجاج. ما سمعت لكم لأنه بلغني البيان لنظمة نقابة من نقابات أنا ماليش مسؤول على هذه النقابة على كل حال ولكن بصفتي مسؤول نقابي ونشط في هذا الميدان نقول يعني رأيي بصراحة يعني القطاع اليوم راه متعفن ما كاش الاستجابة وأنا يبدو لي نقول كل واحد عنده النظرة تاعو. ويبقى المواطن الضحية رقم واحد في ظل النقص الحاد لوسائل النقل خصوصا مع دخول موسم الصيف.